نديروا اسكان ايطاليا، نتمنى ان هذا ثانيا كيجي هذا الهدم ديال تفنيد بواحد القرار جائر. جينا اليوم شاركنا في هذه القافله وهذه الوقفه الاحتجاجيه اللي نظمتها الساكنه والمتضررين من هذا الملف ديال تفنيد. تفنيد كما كتعرفوا راه دابا وصلت لواحد المرحله ديال انهم يهجروهم ويشردوهم، وهاد الناس اللي كانوا ساكنين وخدامين هنايا في هذه المنطقه كيشتغلوا منذ الخمسينات من القرن الماضي، وجا هذا القرار الجائر اللي جا من السلطات المحليه ومن المديريه الاقليميه لتجهيز والنقل. هذا القرار الجائر خالف بشكل كبير المساطير المعمول بها في هذه البلاد، لانه ما خصوش يتدار هذا، لان هذا الملف خصو يتحل على القضاء، ماشي يكون هذا القرار الجائر مباشره ويجلسوا مع الساكنه ويتحاوروا معاهم ويفتحوا معاهم حوار حول هذا الملف. وحنا ماشي ضد الاستثمار، لان قالوا غادي تدار هنا واحد الورش كبير ديال الاستثمار، وحنا ماشي ضد الاستثمار، خصو يكون الاستثمار الى حد الان حتى لنا ما كاين حتى شي وضوح. شي كيقول استثمار، شي كيقول شي مشروع سياحي داخل، شي الى حد الان شي حاجه. راه هاد الناس راه توصلوا بهاد الاندارات وهاد الاعدارات بدون ما يجلسوا معاهم ويقول لهم لاش بغاو المنطقه، لاش غيديروا هنا. وثانيا الا كاع غيكون شي مشروع اللي غادي يعود بالنفع للبلاد، خص هاد الساكنه هما الاولين اللي خصهم يستافدوا منه، ماشي تشردهم. لان حنا كنعرفوا المغرب الان وصل واحد المرحله صعيبه، يلا الناس خرجوا من كورونا، وزيد عليه الجفاف اللي كاين، وزيد عليه الغلاء الاسعار اللي كاينه اليوم، ونزيدوا ليه دابا التشريد ونشردوا هاد الساكنه ونحي نورمالمون الدستور المغربي اش كيقول؟ كينص على ان لكل المواطن مواطنه الحق في الشغل وحق في السكن، ولكن اشنو كنشوفوا؟ واش هاد الناس احترموا هذا الدستور؟ واش احترموا المواثيق الدوليه اللي التزموا بها؟ ما احترموهاش. اذا هاد الناس بغاو يجريو على هاد الناس اللي كيشتغلوا هنا، واللي هما ناس بسطاء ماشي شي وحدين، راه يلاه كيصور 40 درهم 50 درهم في النهار وكيعيش به ولادو الى اخره، وهذا الصيد التقليدي كما كتعرفوا راه ماشي شي حاجه كبيره. ولكن باش تشرد هاد العائلات وتلعهم وتزيدهم للدائرة الفقر، هنا كنقولوا بانه المغرب وصل لواحد المرحله ديال انه على صفيح ساخن وقابل للانفجار في اي لحظه. علاش؟ هذا سمعناه بان الشريط الساحلي كله، هذا الشيء سمعناه بانه جميع هذا الشريط الساحلي راه ما جرى اليوم في تفنيد راه سيسري على جميع المناطق على على على, على الساحل. ولكن هذا الشيء الى حد الان بداوا بتفنيد. اذا حنا اليوم جينا لتفنيد لان هي تابعه للنفوذ ديال شتوكا ايتبها، وحنا كجمعيه المغربيه لحقوق الانسان بشتوكا ايتبها جينا باش ندعموا هاد الناس ونازرهم وتندوهم ونقفوا الى جانبهم الى حين تحقيق جميع المطالب ديالهم العادله والمشروعه في السكن وفي الشغل وفي العيش الكريم. للتضامن جينا ودرنا وقفه احتجاجيه للتضامن مع هاد الساكنه ومع البحاره خاصه، من اجل رفع الحيف عليهم ومن اجل تسويه وضعيتهم الاجتماعيه. فبدل ان الدوله انها تحل هذه المنطقه لسنين، جاءت بمشروع سياحي قد تقول ضخم باش تهجر هاد الناس وتدير حاله اجتماعيه غير مقبوله، خاصه البعد الاجتماعي. حتى ولا كنا قلنا بان كاين مشروع سياحي ضخم، فعلى الاقل خص يكون عليه الواقع الاجتماعي. فما بال اذا كيف يمكن هذا الواقع الاجتماعي ان يؤثر على هذا 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 المشروع السياحي، ان يؤثر على بشكل على البعد الاجتماعي ديال اذا. ثانيا على المستوى القانوني، بان هذه المراسلات اللي جات هي بشكل معيبه قانونا، وبالتالي تمت بشكل سريع ومفاجئ وفيه نوع من استعمال شطط السلطه والتهديد. يعني ان ملي كيجيب لك ورقه ديال وزاره التجهيز كيقول لك الافراغ، ورقه ان الا ما هدمتي انت نفسك انك غتتابع. اذا هذا تهديد قبل الافراغ، تهديد مما جعل البعض ان مسكين مشى وهدم البيت ديالو اللي ساكن فيها. اذا هذا وضع اجتماعي غير مقبول، وبالتالي نعلن تضامننا المشروط ونقول بان ودي حتى الا كان المشروع غيكون على الاقل يتراعى البعد الاجتماعي ديال هاد الشريحه اجتماعيه، ويتراعى لو باتريمون، ترعى هاد 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 التراث اللامادي والانساني ديال تفنيد اللي معروف منذ قرون واللي كانت في مطلع التسعينات
هي محط ديال حركه الهيبيزم، وكان افلام كبرى قامت هنا بتفنيت واللي دخلت اموال للدوله، وبالتالي من العار ومن العيب ان 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 ان, أن بشكل سريع ومجحف ومتسرع اننا نجي ونهدم هذه المعلمه التاريخيه. هذا عار، هذا عار، تفنيت في خطر، هذا عار، هذا عار، تفنيت.